الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. عملا بهذه الآية دارين نقيف مع آيات من سورة الأعراف. وهذه الآيات يا إخوان خاطب الله جل وعلا فيها المشركين البناد غير الله. ربنا قال: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، ناس زيك. الكلام ده للصوفية البناد غير الله، أزول اللي بتناديه من دون الله سبحانه وتعالى ده زول زيك. انت بتاكل هو بياكل، انت بتشرب هو بيشرب، انت بتمشي الحمام هو بيمشي الحمام، انت بتمرض هو بيمرض. الشيخ اللي بتناديه من دون الله سبحانه وتعالى ده لما يمرض يودوه المستشفى وتلقاه معلق له ودريب جاي ودريب جاي، ويجي الدكتور يقول الزول ده طلع من الغيبوبه وما تعرف خش فيها وغيره. ربنا قال: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. ربنا للتوبيخ قال لهم: فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. الله قال: ألهم أرجل يمشون بها؟ إنت زول اللي بتناديه من دون الله سبحانه وتعالى ده، إنت تكون في الحاج يوسف وتكون هناك في الزريبة، لما تناديه الزول ده الزول ده بيجي كيف؟ ربنا قال لك: ألهم أرجل يمشون بها؟ طبعا الصوفي يقول لك هاي، تقول لك كيف؟ يقول لك ديل من أهل الخطوة، عرفتها؟ يقول لك تناديه طوالي من هناك، يقول لك خطوة كده طوالي بيجي في محلات، وده كذب، عرفتها؟ ده كذب، جرب أنت. ربنا قال لك: ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ عنده يد عشان يزيل منك الضر اللي وقع عليك، انت عنده يد عشان يصرف منك؟ ابدا. ألهم اعين يبصرون بها؟ عندهم عيون عشان يشوفوك من هناك؟ ما عندهم. ألهم اذان يسمعون بها؟ شوف الحاجات دي كلها ربنا بخاطب بها اولي العقول، الناس اللي بيفهموا القران الكريم. ربنا قال لك الحاجات دي عندهم، عندهم رجل يمشوا بها، عندهم أيدي يطشون بها، عندهم عيون بيسمعوا بها، عندهم أذان عشان يسمعوك أنت. ربنا قال: قل ادعوا شركاءكم. كلهم نادون من دون الله سبحانه وتعالى. الصوفية شغالين بجادل، نحن بنقول لهم هس في ناس شغالين توحيد هنا قاعدين في الحجوس، كان شيوخ كندل بيشتغلوا خلوهم يؤثروا في أخواننا ديلنا، خلوهم يبين. قل ادعوا شركاءكم كلهم، وينهم؟ خليه يبين، تبين في منو؟ انت قالنا نحن تقالنا نحن الصوفيه اللي بنخاف من دلاقين، والله نحن نكشف هنا البرعي ونكشف صاين ديما ونكشف المكاشف وغيره. اي زول بخالف كلام الله ويخالف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نجيب ونكشف لك هنا توالي، ما بنخاف من اي زول الا الله سبحانه وتعالى، عرفتها؟ ربنا قال: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني جميعا فلا تنظرون. ما تتأخروا، كلهم نادوهم شت من دون الله سبحانه وتعالى. ربنا قال: إن ولي الله، نحن الولي بتاعنا ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال، ربنا قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الولي بتاعنا ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيحمينا ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده نحن ما بنخاف من أي زول، لا بنخاف من برعي ولا بنخاف من صايم ديمة ولا بنخاف من مكاشفي ولا بنخاف من ركاني ولا غيره. نجي نقول لك الناس دي لا بينفعوا ولا بيضروا، أكلمك بالواضح، عرفتها؟ والناس دي ما عندهم أي حاجة، ما بيملكوا لنفسهم نفع ولا ضر. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، عرفتها؟ ربنا قال لك إنه الناس ديل ما بيملكوا لنفسهم نفع
ولا ضر. عشان كذا انت ما تخاف منهم، عرفت؟ وربنا في آيات تانية وراك انه الناس ديل ما بينفعوك ولا بيضروك، وقال لك لو ناديتهم من دون الله سبحانه وتعالى، ربنا قال لك لو ناديت الناس ديل انت بتخش النار طوالي، عرفت؟ ربنا قال انه من يشرك بالله، الله قال فقد حرم الله عليه الجنة. وزول يا اخواننا اللي ربنا بيحرم عليه الجنة بيمشي وين؟ بيمشي النار. ربنا قال ومأواه النار وما للظالمين من انصار، عرفت؟ ربنا قال لك الزول البنادي غير ده انا بدخل النار، الآية التي ذكرناها. وربنا قال الزول البنادي غير ده، ربنا قال انا ما بغفر له، ربنا قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ربنا قال لك لو انت جيت يوم القيامة، لو جيت لي الله بعدين يوم القيامة بالتوحيد، ربنا بيغفر لك ذنوبك دي كلها، تدخل في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبك وإن شاء غفر لك، فإنت تكون من أهل التوحيد، تنادي ربنا سبحانه وتعالى وما تنادي الشيوخ من دون الله سبحانه وتعالى. وربنا يا أخواننا خدت لنا آية، آية واضحة بينة، ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، تنادي ربنا سبحانه وتعالى وتعمل الأعمال الصالحة اللي بتدخلك الجنة، تصلي وتصوم وتزكي وتحج وتبر والدينك وتعمل الأعمال الصالحة مع التوحيد، انت بتدخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا قال في سورة الأنعام الآية 82، ربنا قال الذين آمنوا أي وحدوا، الذين آمنوا ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك، الله قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن هنا في الدنيا، تلقى الأمن هنا في الدنيا وبعدين يوم القيامة. فتوحيد، فتحقيق التوحيد يا أخواننا سبب من أسباب دخول جنة الله سبحانه وتعالى، وأنا أكتفي بهذا القدر.